الممدوح. حسام طيب. بالصحة والسلامة. أخبرنا عن موضوع خالد محمود والله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة انتهى موضوع قضية تفجيرات الحسين أو تلفيقات مباحث أمن الدولة بفضيحة جديدة. النهاردة 8/8/8/8؟ النهاردة 7/8. 7/8. انتهت قضية تفجيرات الحسين بفضيحة جديدة لمباحث أمن الدولة بخروج المتهم الأخير من قضية تفجيرات الحسين بإخلاء سبيله وخروجه وعودته إلى بيته بعد حوالي 3 أشهر من حبس الاحتياطي أو أقل يعني. ثبت أن هذه القضية التي لفقت منذ عامين لمجموعة من المصريين والعرب الفلسطينيين واتهمت مباحث أمن الدولة أنهم دبروا حادثة الحسين، ثبت أنها من تدبير مباحث أمن الدولة، وثبت أنه لا يوجد متهم تم اتهامه إلا وتم تعذيبه للإدلاء بأقوال رغم أنفه، ومع ذلك لم يدل واحد من المتهمين بأي كلمة تنم عن اتهامه في هذه القضية. اليوم بالأمس صدر قرار إخلاء سبيل خالد محمود، والنهاردة تم تنفيذ القرار بالإفراج عنه من سجن العقرب في شيء الحراسة، وتم ترحيله مديرية أمن القاهرة ثم إلى اسم الجمالية ثم إلى الأمن الوطني. الأمن الوطني قال إنه مش عايزه في حاجة، ثم ذهب إلى اسم الجمالية، وإحنا ذهبنا إلى إدارة البحث الجنائي، والحمد لله ربنا يسر وقابلنا المدير المباحث الجنائية العميد عصام سعد، وهو يعني يشكر صراحة ذلل كل الصعوبات في إخلاء سبيله من اسم الجمالية، وأخذناه وخرجنا به من اسم الجمالية وذهب وعاد إلى بيته لينتهي فصل من فصول تلفيقات مباحث أمن الدولة. وأعتقد أن هذه الثورة مع مرور الأيام تكشف أن كل القضايا التي تم توجيهها لشباب الحركة الإسلامية كلها قضايا ملفقة من مباحث أمن الدولة، وأن الاعترافات التي استندت إليها المباحث أو النيابة في تلك القضايا كانت وليد إقراء وتعذيب، ثبت أن كل هذه القضايا ملفقة. المعامله بالنسبه انا عرفت لحضرتك روحت مديريه امن القاهره ثم اسم الجماليه، عايز اعرف المعامله من قبل ضباط مباحث المديريه وضباط مباحث اسم الجماليه. لا والله الحقيقه يعني الثوره انجزت انجازات كبيره جدا الحمد لله، المعامله تغيرت كتير جدا او تغيرت 180 درجه في المثاليه في التعامل صراحه. كل اللي قبلونا مشكورين ذللوا كل العقبات في سبيل افراج عن خالد محمود، وشعرنا ان هو يعني بيخرج من بق الاسد سالما غانما الى بيتي واولادي. يعني نقدر نقول المعامله كانت تغيرت فعلا على مستوى مديريه امن القاهره مثلا. صحيح. عشان حضرتك رحت في ميعاد قاتل قبل المغرب بساعه مثلا. والله ايا كان المعامله تغيرت والناس مشكورين ذللوا كل العقبات، دي شهاده لله يعني. شكرا. وانا اقول بس ملحوظه، ده يعتبر اخر واحد مسجون محبوس احتياطيا على ذمه قضايا من قضايا اللي هي قبل الثوره. فالحمد لله اغلقت هذه الصفحه تماما، وكان المتهم يظل سنتين حبس احتياطي ولا يحال الى المحكمه، كان ياخد اخلاء سبيل ويظل معتقل على ذمه قضيه تظل محفوظه سنين ويام بحث امن الدوله. فالحمد لله رب العالمين. شكرا.